أنا من قرية الزيب بفلسطين قضاء عكا. طلعت من الزيب أنا عمري شي 18 سنة، متجوزة إلي سنتين بس ما كان عندي أولاد. الزيب كتير بلد حلوة، صحيح قرية لكن البحر لففها هيك لف كيف صور. أيام الصيف نسبح، نروح بالفلوك على الجزيرة بالعيد، دربكي ونغني ونزقف بيت أهلي، بيت أهلي على شط البحر مبني، بيوت كبيرة على عمدان، بيوت القديمة عمدان وقناطر. إحنا بلدنا حد نهاريا، يعني ما فيش عداوة بينه وبين اليهود بنهاريا، بس إجوا علينا من الرمل هيك نصوب عكا، يجوا علينا من هناك طبهم. بذكر محمد علي الشخطان قتلوا الراعي المرة لما شافتني كانت حملة، طلعت بقلب الدخون بنهرية، سبقوا للشاحنات ثلاثة نزلوهن، حرقوا السيارات وعشرة قتلوهن. صارت العالم خافت، صارت العالم تطلع. احنا طلعنا انا وحياة عمي، ضلوا الشباب بالبلد. جينا على الصور، جيت انا وحياة ابو لجوزي، قالوا في يجي ترين نقض الناس. جينا احنا مع الناس على العين الحلو، عدنا بشوادر مدة طويلة، نص شادر كانوا يعطوا، نحط حرام بيننا والناس، ناكل ونقعد ونتحمم وكل شيء بهالشادر. برين مش معود الواحد على هيك شيء، بس مجبور. تلج شتت اسبوع وهي شتت تلج. بعدين نقلونا على هون هذا المخيم، بعدين صارت العالم هي ترفع الشادر هيك على حيط نبني هيك من تراب احنا نعمله. احنا من تعون 48 صرب هالمخيم 67 سنه.